عسلامة يا جماعة، مرحبا بكم في بنة رمضان. المنيو اليوم عنا نواصر بالدجاج ومعاهم دي بتي توست غراتيني بالجبن. نعملو لهم اون بتيت فينيغريت بالعسل مع الشيف رضا مع نسرين اليعقوبي باش نشوفوا لا روسيت نتاع خبزة الدرع. هذه بنة رمضان، اقعدوا معنا. شيف رضا مرحبا بك بحضرنا في بنة رمضان. نواصر هكا نواصر بالدجاج، يلا هذيك نتاع العاده والسنه، هذيك كيما نقولوها وسهله زاده ما نعقدوهاش برشا. نواصر نحطوا الزيت نتاعنا كما هي باهيه من الزيت، كما هي باهيه كوميم. فوالا نحطوا الدجاج هاي ثلاثه فخاذ، انا ثلاثه اربعه وانت ولا والعيله مثلا هكاك. نحطوا الحمص نتاعنا هكا نفوحوا دونك منفخ منفخ بالطبيعه وطيب شترتيب. لا نجمو نحطوهم منفخ كي يبدا الحمص منفخ بالكدا، ما نخافوش عليه. في سايتي بنفوح ملح وفلفل اكحل ونحط على النار ديريكت هكا. اها فوالا فوالا سي بون، تمشي على روحها. نزيد الطماطم هكا نتاعنا سكاب بالطبيعه، دوبل كونسنتري، دوبل كونسنتري. باش نزيدو شيف مغرفتين يعملوا لافير بالكدا بالكدا، ساشون كو الصوص نتاع تاع النواصر تكون جاريه شويه ماهيش كيما صوص المقرونه. وهذه الطوماط دوبل كونسونتري نتاع سيكا ما نسحقوش منها برشا. مع ذلك نحطوا شويه الثوم نتاعنا. قداش ثوم حاطين هكاك؟ ثلاثه لا لا حكيت اربع خمسه سنون ثوم كمان، لازم تكون مثومه بالكدا. شويه بصل زاده ما يسالش. اي اسفل النار اللي من الاول هذيك نجموا نحطوها كالعاده هكا ونخلطوا شويه. فوالا هي تتقلى على روحها واحنا مش لهيو بالنواصر نتاعنا ليبيدور هكا. في بالك تقول عليها نواصر عربي ديالي؟ ايه. بنينه ياسر بنينه. سيدي فوالا دونك النواصر عطيني نحط شويه زيت. شويه زيت فوالا فوالا ما نغفلوش على ذي. سامحني مغرفه مالك؟ ايه توت سويت شيف تفضل. هكا نفركوها بشويه زيت هكا باش ما تلصقناش، ولو انها صعيب ياسر باش تلصق النواصر نتاع الليبيدو. اهي خلطناها بالكدا هكا، نكملوا نفوحوا الفاح نتاعنا. تفضل هكا زدنا شويه هريسه عربي هكا. تعمل الكيف. فوالا والهريسه العربي نجم نعوضوها بهريسه سيكام. اي. اللي هي مزوزه ومفاوحه بالكدا على كيف كيف. هريسه الوطن القبلي. فوالا. هريسه الوطن القبلي تاع سيكام. هاني مش نحط مغرفه نتاع قهوه هكا، معبيه شويه كمان، انا ناكل الحار. اي. فوالا. الفي لافير. وعندنا توا الفحات. الفحات. نحطوا شوية تابل وكروية هكا، وشوية فلفل أحمر بزينة، الملح والفلفل الأكحل. حطينا من الأول هذاك باش ما يتقلاش الدجاج نتاعنا على المسس هكاكا. فوالا ونمرقوا بالماء سخون. توت سويت. هنخليك أنت مالك تعملها. هوب. أنت اللي عملتها شيف، جوست نمرق هذه. هكا سي بون ولا نزيد؟ الناس الكل لا نعملوها بالكدا على خاطر مش ناخذوا دو ولا تروا لوش نفركوا فيهم ال 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 فوالا هما غليو ديريكت خاطر الماء نتاعنا ديجا سخون. واحسن حاجه كي نمرقوا بالماء سخون. تري بيان. فوالا نحطوا الكسكس نتاعنا هكا ونواصل تفور على روحها. فوالا وفينالمون توا ننساوها، خليوها تفور على روحها باش تطيب. بالك شي نقصوا شويه في النار خاطر ولا تاخذ المره تاخذ المره الاولى تفويره به ومن بعد نخلوها بطبيعه اي حاجه تطيب سله سله راهي تكون خير. تكون خير راي. اوكي
شيف. دو طون زون طون نشدوا شويه صوص نمرقوا بها نمرقوها بشويه صوص وكاو باش تاخذ فوالا تاخذ لابسورب لا صوص. اوكي شيف ميلا من بعد نذكركم اللي باش نعملوا زاد دي بتي توس ساهلين ما فيهم حتى شيء. اونتر طون نمشيو بحذا سيسينا. سيسينا شنو حوالي؟ مرحبا بك. لاباس مرحبا بك انت. دونك خبز دراع اليوم. ايه اليوم خبز دراع بنينه مفوحه بالعطر شيه والفاكهه. تعمل كيف؟ تعمل 66 كيف مش كيف واحد. دونك يلا حبيبتي. المكونات الكل نلقاهم موجودين في اغلب الديار التونسيه وتمشي للسحور ولا حتى للسهري ولا حتى غوتي للصغيرات ينجموا يهزوها معاها للليكول. دونك بالنسبه للمقادير اول حاجه باش ناخذ 50 غرام بندينه نحط نذوبها ونخليها تبرد شويه لوطون احنا طلعنا العظم والسكر. ذكركم اللي لي روسيت نتاع نسرين اليعقوبي تلقاوهم الكل على الانستغرام نتاعها سيسينا يعقوبي. تلقاو زادا دي فورماسيون برشا عباد تسالني على لي فورماسيون وين ينجموا يعملوا دي فورماسيون في الباتيسري وحتى في الكوجينه. نسرين سيسينا يعقوبي والا فيسبوك بليزير سكري با يعقوبي نسرين. فوالا ان توكا لازمكم فو تابي نسرين يعقوبي يخرج كل شيء. باهي نسرين انا خليني هذيا تنتلها لك بها تنذوبها ونبردها. نبداو احنا توا نعطيو الغوسيت نتاعنا. دونك باش نستحقوا انا المولي باش نطيب فيه خبز الكيك نتاعي 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر فوالا. دونك باش ناخذوا هنايا ثلاثة كعبات عظم كاملين كاملين هي ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. ثلاثة كعبات عظم البول كبيرة ما لقيتش بول ما أصغر. باش نزيد عليهم 200 غرام سكر وواحدة سكر فاني بيان سور من عند بانواز ونحطو ونطلعوهم بالقدا حتى يضاعف حجم العظم تاعنا. أنا من بعد خبزة الدراع نتاعي نحبها تكون خفيفة على قد ما احنا نطلعوا العظم على من بعد ما هي تكون خفيفة ما تبداش مرصة. لو طون اللي انت باش تطلعهم انا باش نغسل لك جوستومون لي بول نتاعك باش يبدا عندك بول يمشي مع الكميات نتاعك. دونك هوني كيف ما تشوف طلع العظم نتاعنا والسكر بالكدا هوني ننقص في الفيتيس نتاع الباتور نتاعي ونحط عليهم 50 غرام زيت. اوكي زيت نباتي. زيت نباتي عادي مش زيتونه. اي زيت نباتي صحي. زيت نباتي نحطوا شويه 50 غرام ونخليوها تذوب. من بعد باش ناخذوا الدرع نتاعنا انا هوني عندي 200 غرام درع عليهم 100 غرام فرينه وواحده خميره نتاع جاتو بتبيعها من عند فانواز. دونك ناخذوا كويير نبداو ندخلوا بشويه بشويه في الدرا. اول حاجه انا الدرا نتاعي هذا مغربل. اوكي بسم الله. هوب ديما نطيحوا في الفيتيس اونتر طون باش نزيد عليه 50 غرام ياغورت ناتوريل اللي هو باش يعطيه الدراع ياغورت طبيعي صحيت. انا ديما نحط 50 غرام وين نطلع ديجا ندخل في الفارينه مع العظم ومن بعد في الاخر نزيد 50 غرام اخرى. هنا عندي العطر شاي كيف كيف 50 غرام باش نحط شطرها باش تعاونك اون فيت صحيت. وتوا باش ناخذ الفارينه نتاعي فارينه ايبيدور بالطبيعه باش نكمل نخلطها هوني مع الدراع وندخل مع بعض وكل شيء. Et voilà. Il y a 4 مغارف كبار. Et voilà, هذو هما 4. نزيدوا عليهم الخميرة نتاع الجاتو. تاع فانواز. وسوا نكملوا ندخلوا بقيه المكونات الكل مع بعضها. اوكي
هذه ياسر بنينه، ديجا الريحه ما شاء الله بدات تطلع. طلعت رشاية. والدراع. احنا هوني استعملنا دراع بالفاكهه. كملوا هكا العطر شيء. وبقيت 50 غرام من ياغورت اللي قعدت. هذه تخلينا الخبزة نتاعنا اطرية بالنسبة للغول نتاع الياغورت. باهي. اي فوالا. هوني بعد ما خدينا 50 غرام جلدينا ذوبناها. وي. ندخلوها اخر حاجة ولازمها تكون باردة. بشوية بشوية باش تخلي لنا التكستور نتاع الكيك نتاعنا مولوز. تبدا الكيك من بعد ولا الخبزة نتاعنا تبدا راوية. آخر حاجة نحطوها ولازمها تكون باردة، ما تكونش سخونة باش ما طيبناش العظام نتاعنا. أوكي شيف. نخليو المكونات الكل تتخلط مع بعضها باش تقعد لي هنايا آخر حاجة اللي هي 100 غرام بوفريوة. نجمو تحطو 100 غرام لوز، 100 غرام جرجير، اللي تحبو نتوما. أي فاكهة موجودة ومتوفرة عندكم، سينو كان الدراع نتاعكم بالفاكهة ما تستحقوش. باهي. هنايا عندي المول نتاعي دهنتو أنا بجولدينا، رشيت عليه شوية فيلينا نتاع ليبيدوغ. توا فوالا. هوب. ديتها تكستور كيفاش لازمها تكون. تهبط بشوية بشوية ومتماسكة. هوني كان يحبوا يحطوا زبيب ولا شامية ولا دقلة. بالنسبة للزبيب والشامية أو الزبيب والدقلة لازمهم يحطوهم شوية في الفرينة ويدخلوهم الكونجيلاتور باش يشدوا رواحهم بالقدا. ما يهبطوش الكل. صحيت. ومن بعد يحطوهم في وسط الميلانج نتاعنا. اوكي. ويخلطوا بشوية بشوية باش من بعد كيف تطيب خبز الدرا ما تطيحش الفاكهة اللي حطيناها، الدقلة ولا الزبيب ما يطيحوش. مهم حتى الفاكهه زاده ينجموا يرشوها بالفرينه. دونك انا هوني تو اخر حاجه كما قلت لك باش نحطها اللي هي الفاكهه باش تقعد البو نتاعها برونونسي. والتقرميشه. فوالا موجوده. ونخلطو. دونك جوست لاستوس اللي قالت عليها توا سيسينا، دونك نذكركم فيسع فيسع، الفيكيا صغيرة وخفيفة، دونك كي ندخلوها كيف من هكا ما فما حتى مشكل. باغ كونتر كان تحبوا تحطوا زبيب وإلا دقلة، لاستوس نتاع سيسينا شنيا؟ حطوهم في الفرينة، جوست أون لي زونغول في شوية فرينة، ونحطوهم في الكونجيلاتور، يبداو مثلجين. وبعد في الاخر ندخلوهم في وسط البات ونحاولوا نخليوهم بلوز او موان من الفوق هكاك لو طون اللي باش يدخلوا للفور بيان سور لو طون اللي يدخلوا للفور ويتنحى منهم الكونجيلاسيون ويبداو يهبطوا اللوطه سي الكيك طاب ويجيو بارفيتمون في الوسط. هاوك علاش نعملوا لاستوس هذيا. دايوغ هي زادة تصلح كان نحبوا نحطوا شوكولاته دي كوبو نتاع شوكولاته. اي حاجه اي حاجه المهم ندخلوها ديما قبل الكونجيلاتور باش شد روحها باش هكاكا كي تبدا تذوب اوب تلقى ديجا الجاتو طاب دونك ماهيش باش طابت حتى اللوطه خاطر البارتي اللوطانيه طابت. صحيت بالضبط. دونك نصبوا البريباراسيون نتاعنا الكل. والفور نتاعنا سخون في القداش؟ الفور نتاعنا سخون في 160 درجه وتقعد تطيب 45 دقيقه. اي فوالا دونك لازمها تطيب مليح. خبزة الدراع نعرفوها الكل خاطرها ديجا تبدا ايباس شويه ريتو كيف من هكا. المول نتاعنا ما نعبيوش حتى للاخر بيان سور خاطر فما شكاره خميره كوميم دونك باش تتنفخ وتبدا غليظه. واي حاجه غليظه اي كيك ماذا بينا ديما نمشيو على النيوستين باش كيكا يطيب اكور يطيب الوسطاني نتاع الكيك وما يتحرقش من برا. ديما هاكا في بالكم كي تبدا عندكم حاجه غليظه نقصوا في التمبيراتور نتاع الفور كيما هكا في اللي كيك خاطر خبزه الدراع هي تشبه اكثر الكيك كو الجينواز باغ اكزومبل. صحيح فوالا. خليك مالا الدخل. وكان فريمون يحبوها ديفلوبي معناها طالعه بالكدا يخليوها ترتاح على الاقل ساعتين ومن بعد يطيبوها. اوكي. الخميره ديجا تزيد تقوى. تقوى اكثر. اوكي دونك نخليك سيسينا تحط الكيك نتاعك في الفور اونتر تون شيف احكي لي. اي سيدي هكا المواصل بدات تتفور على كيف كيفك هذاك هكا. اش نعملوا احنا توا؟ نحطوا هكا جيست مره ولا اثنين هكا نحطوا لها شويه صوص جيست نفركوها
في شويه صوص وترجع تفور على روحها. العمليه ذي نجمو نعملوها مره ولا مرتين ماكسيموم. هلا هلا تو مشيت بالقدا هكا على روحها. نرموا البطاطا نتاعنا باهي. ها هاي هاني بحري القرع الاخضر ترا ازي اوب باش نرمي لك البطاطا والقرع نو ولا مازلنا شوي؟ اي نعم نحطوه كون القرع. اي انا المقصوص هذاك يا ملاك، هذا المقصوص الصغير يعطيك الصحة. فوالا فوالا تخي بيان. والبصل؟ لا البصل اللي حطيناه من الاول البصل مقصوص هكا هاو يس فيه البرك. فيه البرك اي باه. عطينا توا لي توست. لي توست اي خذينا البان كومبلي هذا مش جوست اون بتيت ديمونستراسيون باش نوري كيفاش هكا بون بورت بيس. نقصوا دي رونديل هكا انت والكبرى نتاع لومبورت بياس اللي تحب عليها بالطبيعة. انت زاد والكورمونديز نتاعك كيفاش تحب تاكل برشا جبن. وهذاك نخليوه الخبز هذاك بالطبيعة ديما يصلح هذاك. اي فوالا نحب نذكركم على الخبز، على استعمال الخبز وتبذير الخبز في رمضان. نحاولوا امان ديما نشريو قد ما نشريوش ياسر خبز، وكان بقى لنا خبز فما برشا دي غوسيت يمكن لنا باش نعاودوا نستعملوهم كيف من هذوما باغ اكزومبل. نجموا نخليوهم يشيحوا كومبليتمون في الفور، نحطوا لهم فور نتاع 120 نخليوهم غاديكا ساعتين ولا ساعه حتى لين ييبس، ومن بعد في الميكسور نردوه شابلور. الشابلور هذيا تنجم تكون عاديه نتاع خبز نعملوا بها اسكالوب باني حوت باني، ولا نجموا نفوحوها زاده كيف كيف بالفلفل الاحمر تولينا شابلور حاره. نجم نزيدوها المعدنوس تولي شابلور خضره، نضرب المعدنوس نرحيوه مع الشابلور. هذه اون دي روسيت اون دي مانيير باش نستعملوا الخبز سينون في الكونجيلاتور، ومن غدوه من غير ما تشريو خبز تخرجوه ويبدا بنين يشره، خاطر في رمضان ظهر لي اكثر مشكله راها هي تبذير نتاع الخبز والماكله. نستحفظوا برشا، يلزمنا نستحفظوا برشا. ناخذوا جبن القيصر ليمونتال بنفس لومبورت بيس، فوالا علاش قلت لك الفواتر جينيرو مع الفروماج بنفس لومبورت بيس. نعاودو نحطوها طرف الفروماج هذيك، وإذا برشا زاد نجمو نقصوها على اثنين هكا هكا. فوالا امبيكابل. نعاودو العملية هذيك حتى للي نكملوا. وعلى ذكر التبذير، ما انه الفروماج هذا يلفا فوندر معناتها ماهوش مشي يبقى مرسول كامل هكا، نجموا لي شوت هذوكم نعاودوا نستعملوهم بالطبيعه. نستعملوهم هنا في على لي توست هذوكم، هي هكا اشب لا محاله. اما كيف فوا كي باش تذوب شايف؟ فوالا اون فوا مش تذوب ما عادش عندك حتى اشكال اذا كان مش تحط لي ديبري هذوما الطروف الصغار هذوما هكا. نعملوا جيست اون تي ديمونستراسيون هكا، ناخذ الفروماج نتاعي نزيد كالعاده نقصه على اثنين، فتفت حتى بيدي ما يسالش هكا، نحطه هكا ابري فا فوندر واحد. هذا الفور سخون في القداش؟ نحطوه بوزيسيون غريل اي في ال 180 جيست ان فاي فيان لو تون معناتها يذوب الفروماج شويه، وخاصة مش نحطوا منه نوا هكا ديكوبو دو نوا ولا ديسيرنو دو نوا هكا. اوكي فوالا دونك ندخلوا بهم للفور. هذا اخر وقت، وقت اللي نجوا نحطوا سلطه على الطاوله اخر وقت دخله وخرجه ويتحط فوق السلطه نتاع امبيكابل شيف. دونك خليك جوست باش تحط في الفور لي توست اللي عملناهم كعبه النوا هكا جبن باش يذوب باش تدخل هي في وسطها تجي حاجه بنينا ياسر. احنا فاصل صغير ونعاودوا نرجعوا مع بعضنا مع خبزة الفاكية ومع النواصر اللي مازال لها جوست المرحلة اللي احنا نموت عليها اللي هي الدخول والخروج في ساعة في ساعة من الفور. اتوت سويت شيف رضا. لا نواصر حاضرة. اي امورها مريقلة، ناقصة حويجة بركة التجميرة في الكوش. اي لازمة اعمل. دونك حضرنا ان بلاك. هاي على تنجم تعاوني ملاك؟ ايه عندي نعم. هلا
بسم الله. هكا زيدوه شويه صوص. هات عليك هذاك فوالا. نرمك جرينات الفلفل الساعه ما ننساوهمش. هكا فوالا البلوش نتاعنا. هاي نقطعو نحط لك هوني فوالا نمرقو حتى دو ولا تروا لوش هكا. ونبعثوها تتجمر في الكوشه. تو سويت دونك لو طون اللي انا نبعثها انت باش توريهم السلايطه هكا. يعطيك الصحة. هاي. هاي. السلاطة نتاعنا زادة سهلة ما فيها شيء. هاي. خذينا ليتو. هاي. هكا. ناخذوا الوريقات الكبار ندوروا بهم هكا. شوية كور هكا. اللي بعده. ملاك تعطيني هكا الفرماج؟ توت سويت، خليك ملا تقص انتر تون لي توماط سيريز. اوكي. هذوك باش نزينوا بهم هكاكا وكاو. ناخذ حاجة صغيرة هكا. اي. شوفك الفرماج كيفاش. ذايب على كيف كيفك. بسم الله. بسم الله. سخون. فوالا هذه نجمو نعملوها العمليه وقت اللي نجو نتعدوا للطاوله. باردون. في اخر دقيقه لازم. فوالا. باش تتغطى الكلها فينالمون بالجبن، الكعبه تولي الكلها انغوبي بالجبن. هكاكا. فوالا. فوالا. نحطو هكا. سلايطة ظهر فيها بنينة برشا. زينو بطوماط سيريز هكا حمرا على الألوان، شوية زيتون أخضر. أكحل بليتو. هكا ومش نعملو الفينيغريت نتاعنا بالعسل اللي هي والقارص. البنة بدا. الكل فيها الفينيغريت هذي اللي هي تمشي راهو مع برشا بوكو دو روسيت. دونك عندنا مغرف عسل هكا هاو. هاي. فو اتر جينيرو افيك لو سيترون اوسي ما نخافوش. قارص. فوالا. فوالا. خلطوهم مليح. خلطوهم بالكدا بالكدا. شوية ملح شوية فلفل اكحل شايف ولا؟ بيان سور بيان سور. هاي تعمل لي انت هكاك الملح والفلفل الاكحل. فوالا. فوالا. والزيت نصب. والزيت. اي سي بون. فوالا. تخليطها بالكدا. جوست افيك لا ميم كويير. فوالا. اون فيت المطعم نتاع العسل مع جبن الذيب تعطي حاجة بنينة بنينة سلاطة. بنينة وريقات الحبق للزينة ما في الوسط ما يسال شيء. فوالا كمل. نجموا حتى وريقات هكا نقصوهم يونسوا بودر. سامحني. دونك عندنا الكروكون تاع النوا، عندنا لو كوتي جبن والملوحيه تاع الجبن كجبن الذيب، عندنا السلاطه الفرشكه الحبق اللي باش يجيبها كوتي ارباسي بنين. فينالمون المكونات الكل عندكم في الدار، حاجه سهله وبنينه والعباد الكل تموت على مطعم جبن. وجربوا الفينيغريت اللي بالعسل راي تعطي ان ريزولتا بنين ياسر. دونك نستناو جوست بيان سور النواصر تاعنا النواصر باش تطيب. Entre temps, nous avons une autre chose qui est la chobza.
طابت. فوالا الخبزه نتاعي طابت وانا هنا حضرت سيرو دامبيباج جوست شويه هكا. شحوق احكي لنا عليه. هنا عملت 250 غرام سكر عليهم 125 غرام ماء وعصره صغيره نتاع قارص. خليه يطيب لمده ببخي 10 دقائق. لا لا اقل دوبا ما يغلي ونطفيه عليه. اوكي. دونك باش ناخذ السيرو نتاعي انا خاطر نحب من بعد نلصق به الفاكهه. هكا. هنا عندي بيستاش. اوكي. ثم تنجموا تعملوا اي نوازيت، تنجموا تعملوا حتى شاميه من الفوق، اي حاجه اللي موجوده عندكم تنجموا تزينوا بها. نجموا نزيدوها نوازيت كونكاسي، اموند، حتى جلجلان، اي حاجه اللي موجوده عندكم، حتى كاكاويه، اي حاجه. معناها واحدة أون بودغ والأخرى كونكاسي. تعطي منظر وتعطي بنة عالمية. عالمية. يعطيك الصحة، برافو سيسينا. هكا نكونوا كملنا خبزة الدرع. خبزة الدرع ذكركم اللي تلقاو المكونات الكل والديغولي نتاع الغوسيت على الباج فيسبوك وعلى الباج انستغرام نتاع الكوجينه. تنجموا ترجعوا تشوفوا الغوسيت هذيا اللي هي سهله وبنينه. لاستيوس نتاع سيرو دامبيباج منه باش يبللنا شويه ويعطينا هكا تراوه للخبزه الدرع. ومنه من الشيره الاخرى يمكننا باش نلصقوا الفاكهه نتاعنا. هي من ناحيه تراوه الكيك نتاعنا من بعد ولا خبزه الدرع باش نلقاوها تريه. اوكي. تري بيان. باش نلقاوها تريه. مازال احنا سامحني خاطر احنا ديجا حاطين فيها لاستوس نتاع الجولدينه في الاخر. اي. كي صبينا. والياغورت. والياغورت هذوما الزوز يعطيونا تكستور نتاع الخبزه نتاعنا تكون تريه. اوكي ميرسي. مازال زاده امتي سموثي نخليك تحضر المكونات الكل اونتر تون باش نرجع على خاطر باش نخرج لك المواصر. هوب. هوب اللي هي بديت هكا كيما النجم الراو تتجمر مليح. نحط لها هوني هذيك امورها مريقله تصور. اوكي انا بيكي موار هكا ناخذوا جوست تحريكه شويه هكا تبارك الله كيفاش تفور شربتك الصوص بتاعها ريتها ما تلصقش وما تشدش في بعضها جمله. اي والريحه اللي طالعه فوالا. ونبدو الدريساج نتاعنا ساهل ياسر. نحطوا النواصر ملوطه هكا. هلا سطر. اوب سامحني. تفضل خذ راحتك الكل. هكا الكلاس نتاع بانام باش ناخذوه باش ملبا اهو تحديك. نحطوا الدجاج نتاعنا الافخاذ نتاع الدجاج. هكا. هلا ديجا سخون. قرينا الفلفل هكا. استنيني نشوفوا مع بعضنا الغوسيت تاع السموثي. مع القرع. كل القرع وكل الحمص. انا تعرف شنو نزيد مع فيها ما نعرفش كان صحيحه ولا. قول لي. الحقيقه في وش النواصر نحط شويه قرفه. سوا بودغ سوا عود قرفه يبدا يفور مع النواصر. نجم للعباد اللي تحب القرفه. فما اللي يحبوا القرفه، فما اللي يحبوا الكركم، فما اللي يحط فيها حتى عود قرنفل صغير هكا. كل واحد وكيفاه. ستين استوار دو جو معناتها الفحات هذيك كل واحد وكيفاه يحب. شويه بابي ليلا. نضف لك الحرف نتاع الصحن سي بون. سي بون. فوالا والمنيو نتاعنا يكون اكمل. النواصر عملناها اليوم بالدجاج وعملنا معها سلايطه مع الشيف رضا. مع سيسينا عملنا الخبزه وتوا باش نبداو في السموثي. قول لي حبيبتي. دونك بالنسبه للسموثي باش ناخذ شانتي نتاع فانواز. صحيت. اللي هي ديريكت باش تحطها في وسط الميكسور نتاعنا. فوالا. هكا. باش نخليها بودر.
ونخلطها ديريكت مع الكلاص. تفضل. ناخذوا دو ساشي اللي موجودين ديجا في الباكون تاعنا. حضر لك الكلاصة. اي نبدا نحط. اي حط لي قداش؟ كات بول هكاك باهي. فوالا دونك الكلاص نتاع بنام بالطبيعه خذينا بيش من الباء معناتها اوب انا او ميم طون هوني باش نحط الحليب دونك عندي 400 مليلتر حليب نحطوا عليهم 5 بول 400 مليلتر فوالا وعندنا دو ساشي دو ساشي نتاع كريم شانتي اوكي شيف هذه الرابعه وهذه الاخرى اوب الخامسه الخامسه ميرسي دونك هنا عندي نوازيت اي باش نحطه شويه حكيت 20 غرام ونحط كل شيء نمكسي مع بعضه فوالا اي فوالا دونك هنايا سموثي نتاعنا حضر دونك لازم نخليه مليح يطلع مليح باش الشونتي تتركض بالباهي بسم الله اه انجي. حاجه روعه هذي باب باب نصبو هكا هذي حتى في السحور يمشي بالقدا اي فوالا الترافاي نكملو بيان سور الزينه شويه بال بيستاش حتى بنوات كوكو زادة تمشي الحكاية بالكدا نجمو يعملوا بعد هكا شوية عسل من فوق وهكا نكونوا كالعادة في بنة رمضان عملنا لكم دو ديسير عملنا لكم زادة لونتخي اللي هي سلايطة نتاعنا جيبهم جيبهم هذوك ويجا معايا عملنا لكم لونتخي اللي هي سلايطة نتاعكم عملنا بيان سور الخبزة نتاع الدرو وعملنا سموثي شاف يجا بحذايا دونك ميرسي بوكو يعطيكم الصحة يعطيك الصحة شاف رضا ربي يفضلك على الدبارة نتاعك يعطيك الصحة نسرين ميرسي نسرين نلعبوا في رمضان ديما نلعبوا الأوتار نتاع المعدة ونتاع الخشم ونتاع الفم ونتاع العين كل شيء هكا نكونوا عملنا منو ساهل وبنين عليكم انتم باش تعطيونا رايكم على الباج فيسبوك وعلى الباج انستغرام تاع الكوجينه نفرحوا برشا كي تتفاعلوا معنا يا جماعه.